مكان نادر لدرجه ان مفيش زيه غير واحد بس كمان في العالم. خليني اقول لك، فيز النهارده موجود في محافظه بني سويف، تحديدا على بعد 70 كيلو من مدينه بني سويف، كهف الصنور. اكتشفوه عمال المحاجر سنه 92 وهم بيدوروا على رخام الابسطر، وفي نفس السنه اعلنوا عنه كمحميه طبيعيه. الكهف ده بيمتد حوالي 700 متر تحت الارض، وباتساع حوالي برضه تقريبا كده 15 متر. وعلماء الجيولوجيا اكدوا ان تاريخه بيرجع للعصر الايوسيني الاوسط، يعني حوالي تقريبا 40 مليون سنة، عشان تشوف منظر مش موجود منه في العالم غير كهف واحد بس في ولاية فيرجينيا، وتفضل مصر استثنائية كالعادة. قولي بقى في الكومنتس لو كنت تعرف كهف الصنور، وما تنساش الشير عشان في أماكن كتير في مصر تستحق مننا التقدير. بس يا سيدي، وده كان سر المكان.